الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام احكي مين يا هلا الله، واسألي بس الطيبين من يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاء، أنا أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. تكلم رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، عن برهان صفات المعاني. قال: وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة، فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. الله، هذا برهان جيد، يعني أن الله تعالى قد ثبتت له صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. نعم. والبرهان عليها أن الله تعالى قد ثبتت له هذه الصفات، فلو انتفى شيء منها ماذا يحدث؟ لو انتفى شيء منها ما سبحانه وتعالى بضدها وهو العكس، ما وجد شيء من العالم. لماذا؟ لأن الله يتصف بضدها، فالقدرة ضدها العجز، ضد القدرة العجز، ضد الإرادة. على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام احكي مين يا هلا الله، واسألي بس الطيبين من يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وضد هذه الصفات نقائص، والنقص على الله تعالى محال، فثبت له السمع والبصر والكلام. قال بعد ذلك: وأما برهان جواز فعل الممكنات أو تركها. نعم. قال: كون فعل الممكنات أو تركها جواز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصغر العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.